السلامة. مرحبا بيك. وبيك لاباس؟ الحمد لله، شاء الله مستورين. الحمد لله، قد منا روح. وي ان فيو ريتريتي. ونحمد ربي نشكر خاطر خدمت في شبابي وتوا نخفي بير ريتريت. بير ريتريت؟ وي بور موا وي. مش من تونس مالا بير ريتريت؟ شركة فرنساوية. خاطر ما نصورش كان متقاعد في تونس باش يقول لي بير ريتريت. بير ريتريت خاطر انا تكنيسيان نخفي ريتريت تاع 1500 ومي جي غاني 1500 في نخدم جوسكا بريزون نخدم. Malgré 70 ans. الشركة في تونس موجودة. نخدم صناعي يعني أنا سوي تكنيسيان. يعني ما مش مقيم بالخارج. لا، شركة في تونس وعملت الواحد بتاعها. مادامنا نحكيو على الخدمة، خليني نعطيك 15.6% تبلغ نسبة البطالة خلال الثلاثي الثاني من عام 2023 متراجعة نسبيا عن الثلاثي الأول من نفس العام. بس فسر هذه بالوضع السياسي العالمي. في اللي احنا توا في وضع منخرم وان شاء الله الله يقدر خير وكاو ما نجمش نقول اكثر من وضع ان شاء الله ربي يحسن الوضعيه خاطر المناخ ماهوش هو المناخ العالمي في حروبات وكذا وقت تشوف انقلابات وليبيا بحذانا كرتوش نحمد ربي مازلنا احنا في تونس نفسه مازلنا ننطقوا مازال عندنا هكا فهمتي صراحة في النطق وكذا هاي الليبرتي هي موجودة يحبوا الديمقراطية هي ديمقراطية جو دي سكو جو فو ولا فماش واحد توا قلقني حتى واحد دوك الحمد لله أنا نحكوا على نسبة البطالة نسبة البطالة على البطالة ربي يفرج ربي يفرج البطالة فيو البطالة راهو مشكلة عالمية راه مش تونس برك يلزم الدولة تلقى حل باش تخرج برشا ريتريتي اللي فهمتي كميانة هكا فهمتي وتخرج فما معناها متقاعدين ومازالوا يخدموا ويحبوا يكملوا مازالوا يخدموا مكبشين يخرجوا يخلي الشباب فهمتي ورضى انت ارضى بالواقع وخذ مليون وما تلويش على مليون ونص وخلي غيرك يخدم 500 وان شاء الله التونسي بلا التونسي رحمة ان شاء الله شوف وضعية الشباب في تونس وضعية الشباب في تونس متحصلين على الشهادات عندي انا طفل صغير عمره 20 سنه ناقم يحب يمشي بحذا اخوه في امريكا على خاطر يحس فما برشا يأس وما فماش مستقبل يحس فماش مستقبل ان شاء الله الوضع يتغير تعذروا ولدك عمره 24 سنه نعذروا شباب صغير 20 سنه بتاع نعطفين في 5000 كل يوم سا سيفي با 5000 كهو يزموا باش يتنظم روحه زاد كي نعطيه 10 ما يصرفهم نعطيه 20 يصرف خاطر الشباب تعطوه مبذر برشا حقاق الحق تعطيه 50 يخليهم ويخرج ماهوش شكل الشباب اللي فهمتي مش كل الاغلبيه ما فما اللي يكبس في السنتوره فما اللي راعي ظروف والدي فما اللي ما تهمش يصنفوا انت ما زلت تصرف على ولدك عمره 24 سنه 20 سنه 20 اي ضايع الاخراني ولك عندي بنتي تقري سيلباتير الجاني سافي على توت ليبرتي وعندي ولدي في امريكا عايش الصغير ضايع هو معناه عطي ليبرتي الكل وربي يصلح رايه اما نشوف في المستقبل نتاعه ظلمه اذا ما هزوش خوه مش يبقى لهنا راهو ما عندوش ميتي في يدو صحيحه اللي نجم ياكل بها الخبزه ما عنده شويه نيفو سكولير تو يزمك تكون فوق ولا لط يزم تكون خاف عليه خايف عليه خايف عليه خايف عليه نحس في المستقبل موش هو حقق الحق خاطر في تونس مش خاطر في تونس والعالم كله نفس المشكله يعني فيها ما طموحات اذا نعرفوا انه العالم الكل نفس المشكله أي. اما ليش انت تحس انه اذا ينقذوا خوه باش يمشي لامريكا خير على خاطر وقت الهجره اولويه قبل الواحد اللي هنا في تونس تحس في تونس فما برشا يأس كبير ان شاء الله ربي يرجعها على السكه الصحيحه شو قال يعني هنا لوموا على اللي قاعدين يحرقوا ولا ما نلوموش لا نلوموا عليهم انا والله بفرانك نعيش لهنا بفرانك خير من نعيش بخمسة فرانك في البرة
علاش؟ بلادي اولى حاجه، ولد بلادي كي نبدا حتى هكا يمد لي مصروفي، كي نمشي غادي راهو كاردونا تستنى فيك، راهي سي با لا بيل في، راهي ماهيش البارادي راهو يحكوا عليك برا، راهو اكبر غلطه راهو. والكباب اللي وراجل صحيح ينطر خبزته من هنا خاطر موجود، تحب تخدم تخدم، تصنع روحك تصنع روحك. مع شوية تشجيع من الدولة وتعطي الشباب وتعاون وكذا خليه يقف، خاطر عندنا شباب مبدع، شباب فيه تانا نشوفوا احنا في الحفناوي ونشوفوا في غيره وفي غيره، شباب مبدع يحب شوية وقفة صحيحة مع شباب تو يستقر، يجي نهار يستقر. على خاطر تونس من أجمل البلدان في العالم، ما نكذبش عليك. أنت تلوم علي يحرقوا، لكن ما تلومش مثلا على الدولة على نسبة البطالة المرتفعة. ما هي البطالة البطالة هذه تحكي عليها أنت، فيها برشا مسببات وفيها برشا ناس متسببين فيها، فيها برشا ناس حطوا العجل العصا في العجلة، وفما ناس خربوا البلاد. تحكي على الفساد هنا. على الفساد وعلى تخريب البلاد. بلادنا راهو بلادنا راهو شوف كان جات مواصلة في الطريقة المنهجية تاع بورقيبة الله يرحمه، اللي حب الشباب ولا قرة ولا شوفي الشهادة العلمية والتوانسة في المقبولين في العالم الكل. مقبولين أساتذة في الطب في كل شيء، توانسة ديما مقبولين، تو رخ ما عادش. علاش؟ مقبولين أكيد، معناها تونس صرفت وقرا وكل شيء، دونك أكيد معناها إذا يكون عبد كفء بالطبيعة باش يكون مقبول. بيان سور، إي هات شهادتك العلمية وهات هات ذراعك علاف. أكيد. إي بيان سور، إي علاش لا؟ شنو ناقصين؟ ناقصين الدعم وناقصين الوضع السياسي يركح شوية ونحبوا بعضنا ونعطوا ثقة في بعضنا ويزينا من التعرقيل وفي العصافة العجلة، يا إما أنت يا إما أنا. علاش ما شوف سهارته بتاع الإندونيسيا ونوصل، شوف شوف إندونيسيا ونوصلت، شوف في شو اسمها الأخرى اللي بجنبها، والله أنا إن شاء الله ماشي أسلح. أنا تونس عندي فهم، أنا شوي أوبتيميست والله. ان شاء الله ان شاء الله. لا انا متفائل، انا شباب من خير الشباب، شوف في الفن في الابداعات في كل شيء، تونس محط من الرقم القياسي في كل شيء. بس خليك الكلمه الاخيره. الكلمه الاخيره ان شاء الله الجاي خير. باش نخلي لك كلمه الختام. ده ان شاء الله ربي جريها على سلاح واحد، وان شاء الله ربي كثر منه وقيس سعيد نظيف، نخسو برشا تروشيك اللي هو اقتصاديا كذا كذا، شوف يغير المحيط نتاعو وبيحاول الله. انا نتصور ماشيين في السكه الباهيه، دونك اللي فما تنظيف، شوف فما السرقات والرواق البارد باش تقف على زعك، كل واحد ياخذ مناسب. انا نتصور تونس في البون شمان ان شاء الله، وربي جراح سلاح.